بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الكيدني ان شاء الله من برانشز اللي هي مهمة جدا اكيد، لانها داخلة في مالتي سيستم افكشن. لما نقول مثلا عيان عنده كرونيك رينال فيلير اللي هو اسمه الجديد كرونيك كيدني ديزيز، او واحد عنده اكيوت رينال فيلير اكيوت كيدني ديزيز، هتلاقي ان الكيدني فيلير لما بتحصل سبحان الله بتأثر على ميني اورجنز. زائد مواضيع تانية مهمة زي النفريتك والنفروتك سيندروم والإلكترولايتس والتوبيلر ديس أوردرز. لكن مهم عندنا ان احنا ناخد النهاردة البداية مقدمة صغيرة، وبعدين نخش ان شاء الله في اول واهم دروس الكيدني ان شاء الله اللي هو الجلوميرولونفرايتس جي ان. تعال نشوف. اول حاجة لما نيجي نتكلم على الكيدني نقول الكيدني فانكشنز. اي حد ماشي في الشارع عارف الكيدني فانكشنز. نمرة واحد acting as a filter glomerular filtration، يعني مصفى بتصفي بتسمح بمرور حاجات في اليورين وبتمنع حاجات، هنشوف دلوقتي ان شاء الله. اتنين waste disposal، يعني بتخلصنا من ال waste products getting rid of the waste products of metabolism زي مثلا اليوريا واليوريك أسيد سبحان الله. تالت حاجة homeostasis، تظبيط ال internal environment of the body in terms of، بتظبط ال acid base balance، بتعمل balancing لل acid base ال pH يعني body fluid قد يعني المية بتاعتنا ال fluid ال water balance بتاعنا قد ايه، بتتحكم في ال water balance يعني لو واحد بيشرب كتير هتخرج هي يورين كتير والعكس، والالكترولايت بالانس، وطبعا ديفينتلي بلاد بريشر كنترول. هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله بس ده فيزيولوجي سيمبل. يعني بلاد بريشر كنترول يعني الكيدني بتتحكم كمان في البلاد بريشر، لان فيها هرمونات مثلا لها دور في الضغط زي الرينين اللي هو الرينين، لان الرينين بعد كده بيطلع لك انجيوتنسين 2 ويعلي الالدوستيرون ويعلي الضغط. يعني عندنا الهرمونز كيدني could be described as an endocrine organ given the fact that it produces some hormones. عندنا بتنتج هرمون رينين to control the blood pressure، وبتنتج erythropoietin to stimulate red blood cell synthesis تصنيع ال RBCs. 85% من erythropoietin طالع من الكيدني، 15% من الليفر. Active vitamin D what is known as calcitriol to maintain healthy bones. تعرف الفيتامين دي مهم عشان العض والكالسيوم وكذا كذا كذا، ما اتكلمناش لسه على الكالسيوم في كتاب الاندوكراين ان شاء الله. يبقى بتشتغل كمان هرمونات، يبقى دي وظائف مهمة للكيدني. يبقى اتكلمنا على normal kidney functions، بتعمل ايه الكيدني. طيب نتكلم على glomerular filtration اللي هي واحدة من اهم وظائف الكيدني، بتعمل filtration بتصفي تسمح بمرور حاجات وتمنع حاجات. إذا كانت دي النفرون، والصورة دي قلناها قبل كده في درس الديابيتك نيفروباثي في كتاب الاندوكراين في درس الديابيتس في الكومبليكيشنز. عندنا النفرون أو جلوميرولوس، جلوميرولوس ده مكون من اللي في النص ده loops of capillaries، وداخل مدخل ومخرجين. المدخل اسمه افرنت ارتريول ومخرج افرنت ارتريول وبروكسيمال تيوبيول، وطبعا الغطاء اللي بره باومانس كبسول انت عارفه كويس قوي. تعال نشوف كده ان الافرنت ارتريول بيخش منه الدم الملوث بلاد ان، والبلاد ان ده فيه النقط السوداء. النقط السوداء دي ايه؟ التلوث اللي هو الحاجات الويست برودكتس المطلوب طردها، فده الويست. طيب يحصل ايه بقى؟ يحصل ان الافرنت ارتريول البلاد يخرج منه بلاد اوت نظيف بعد لما رمى التلوث بتاعه في جلوميرولوس، وبعد كده يخرج في الافرنت ارتريول البلاد نظيف جدا، والجلوميرولوس بقى تصفي تطرد الويست برودكتس في البروكسيمال تيوبيول، وده ينزل في اليورين يورين اوت. يبقى انا عندي بقى مدخل ومخرجين، يبقى دخل البلاد ملوث خرج نظيف، دخل ملوث في الافرنت ارتريول خرج نظيف في الافرنت ارتريول، والتلوث نزل جلوميرولوس عملت له نزلته يعني لليورين. وطبعا انت عارف ان هي وهي بتنزل ويست برودكتس بتسمح بمروره وتطرده، لكن في حاجات ممنوع تطرد هنشوف ان شاء الله بعد شويه. يبقى therefore the glomerulus should act would act and could act as a filter. تعال بقى نشوف هيستولوجي بتاع جلوميرولوس ايه اللي مرسوم قدامنا. ده دي جلوميرولوس
اللي بره ده الباومنز كابسول. طب دي كابيلاري اليومنز، لان اتفقنا فيها مالتيبل لوبس اوف كابيلاريز وكل واحد فيه اليومن جوه كابيلاري اليومن. اللي بره ده اسمه باومنز كابسول، ويبقى ده باومنز سبيس. ويبقى السيلز اللي عماله تيجي دي شبه الهلال سيمي ليونر، اسمها شبه الكريسنت الهلاليه، هلال بارايتال ايبيثيليوم من بره، واللي مغطي اللي مغطي الكابيلاري من جوه الباومان سبيس اسمه فيسرال ايبيثيليوم، وليه اسم تاني بودوسايت، واهو هو برضو اللي هي الحمراء اللي مرسومه تحت دي هي البودوسايت اللي هي الفيسرال ايبيثيليوم اللي راكب على الكابيلاري اليومن من بره ومحوط بالباومان سبيس من جوه. يبقى الباومان سبيس ده متبطن من بره بالبارايتال ايبيثيليوم ومن جوه بالفيسرال ايبيثيليوم ما يسمى بالبودوسايت. انت ملاحظ حاجه ان البودوسايت كده ليه سنان، شبه كانه ليه سنان كتيره او فوت بروسيسز، ودي لها دور مهم جدا جدا بعد شويه ان شاء الله في جلوميرولر فلتريشن، تسمح بمرور حاجات وتمنع حاجات. اللي في النص الازرق ده اسمه ميزانجيم او ميزانجيال سيلز او ماتريكس، اللي هو الكونكتيف تيشو سيلز ويتش كونكت the capillary lumen the capillary loops together. ده الميزانجيم او الماتريكس او الميزانجيال سيلز عباره عن كونكتيف تيشو ماتريكس بيربط الكابيلاري لوبس ببعض. وبعدين عندي اللون الاصفر اللي هو الاندوثيليال سيل، انا حاولت بقدر الامكان ان انا احطها لك بالالوان بتاعتها، يعني الاحمر ده اللي هو الفيسرال ايبيثيليوم، والاسود ده اللي هو البارايتال او الغامق ده البارايتال ايبيثيليوم، الازرق الميزانجيم، والاصفر الاندوثيليال سيلز اللي هي السيلز اللي بتبطن الكابيلاري اليومن من جوه. طب لو خدنا دول يبقى دول كام نوع من السيلز عندنا في الهيستولوجي؟ عندنا كام نوع دول؟ كام واحد؟ عدهم اربعه، 4 تايبس اوف سيلز. قول في امتحان الاورال لما يسالك كام نوع من السيلز، قول له 3 يبقى انت قصرت، وقول له 5 يبقى بتالف حاجه ما حدش يعرفها الا انت، 4 بس خلي بالك، وهم 4 تايبس اوف سيلز. هقول ان الاثنين دول اللي هم الميزانجيم والاندوثيليال سيلز دول اسمهم اندوكابيلاري سيلز، يعني جوه من جوه، يعني الاصفر ده جوه الكابيلاري اليومن والميزانجيم ده بيربط الكابيلاري لوبس، يعني دول جوه الكابيلاري لوبس. اما الاثنين دول اكسترا كابيلاري، يعني بره الكابيلاري لوبس، اللي هم البارايتال والفيسرال سيلز. طب ده يفرق الكلام ده انا بقوله ليه؟ طب وليه بقسمه اندو كابيلاري واكسترا كابيلاري؟ اجلها شويه، هنعرف ان شاء الله بعد شويه. طب مفهومه؟ لا مفهومه زياده عن اللزوم، اتقل شويه. 1 2 نفس الصوره برضو بس بطريقه تانية. ده اللي هو جلوميرولار بيزمنت ممبرين، اللي هو في الصوره اللي فاتت اللي باللون الازرق، جلوميرولار بيزمنت ممبرين في الصوره اللي فاتت اللي هو باللون الازرق ده. ايه اللون الازرق ده؟ اللي هو من جوه في كابيلاري سيل الاندوثيليال سيلز اللي جوه، الاصفر ده اندوثيليال سيلز، واللي بره ده البودوسايتس الفيسرال ايبيثيليوم. الازرق اللي بينهم ده اسمه جلوميرولار بيزمنت ممبرين، اللي هو ده الجلوميرولار بيزمنت ممبرين اللي من جوه يبقى اندوثيليال سيلز بتاعت الكابيلاري اليومن، ومن بره يبقى البودوسايتس. يبقى اذا اللي من بره ده فعلا بودوسايت، ويبقى اللي من جوه ده فعلا اندوثيليال سيل، ويبقى الجلوميرولار بيزمنت ممبرين او الجي بي ام ما بيبقى متبطن من جوه بالاندوثيليال سيل ومن بره بالبودوسايت. مهم قوي، مش هتفهم كيدني جلوميرولار نفرايتس، مش هتفهم درس جلوميرولار نفرايتس ان شاء الله تحت اي ظرف من الظروف من غير ما تفهم هيستولوجي وفيزيولوجي من اللي هنقوله النهارده ان شاء الله في المقدمه اللي احنا عمالين نقولها دي. 1 2 اللي في النص ده اللي هو بيربط الكابيلاري لوبس ببعض اسمه ميزانجيم او ميزانجيال سيلز. يبقى برضو عندنا الاربع انواع من السيلز، البودوسايت والميزانجيم والاندوثيليوم. امال مين بقى اللي بره خالص ده؟ اللي بره خالص ده اللي هو البارايتال ايبيثيليوم اللي قلنا عليه من شويه. طيب نكبر الرسمه شويه وناخد المربع ده. المربع ده اللي هو جلوميرولار فلتريشن بارير، اللي هو مسؤول عن الفلتريشن، متبطن من جوه بالاندوثيليال سيلز اللي بتاعت الكابيلاري اليومن، ومن بره بالبودوسايتس، وفي النص بالجلوميرولار بيزمنت ممبرين. 3 طبقات نكبرها شويه. يبقى اهو
من جوه اللي هو جلوميرولار فلتريشن بارير، من جوه السيلز اللي خضرة اللي من جوه دي اللي هي الاندوثيليال سيلز اللي في الكابيلاري اليومن، ومن بره الخضرة دي بره اللي هي الفوت بروسيسز بتاعت البودوسايتس، والاحمر ده جلوميرولار بيزمنت ممبرين. ويبقى السكشن ده بالثلاث طبقات دول اسمه جلوميرولار فلتريشن بارير، البارير الحاجز اللي بيسمح بمرور حاجات ويمنع مرور حاجات في اليورين. اتنين، تعالى هو برضو اهو، هو المربع ده هو جلوميرولار فلتريشن بارير، ثلاث طبقات، اصفر ازرق احمر، اصفر اندوثيليال سيلز، ازرق جلوميرولار بيزمنت ممبرين، احمر الفيسيرال ابيثيليوم اللي هو البودوسايت. طب تعالى نشوف هو ده اللي هو جلوميرولار فلتريشن بارير. طب يجي الدم في الكابيلاري اليومن الملوث وعايز يعدي من هنا، يعدي لما يعدي يبقى اسمه عدى اسمه فلتريتد، فبيتسمى جلوميرولار فلتريت، يعني اللي اتسمح له يعدي. جلوميرولار فلتريت يعني الحاجه اللي من البلد اللي نزلت في اليورين، جلوميرولار فلتريت. طب تعالى ناخد الحته المربع ده اللي اسمه جلوميرولار فلتريشن بارير، وبعدين نكبره شويه ونشوف كده لما يكبر شويه، مكون زي ما اتفقنا من ثلاث طبقات، اصفر ازرق احمر. طب اللي هو السكشن ده ناخده نكبره اكتر ونتكلم عليه بقى. نمره واحد ده اسمه اتفقنا جلوميرولار فلتريشن بارير، والازرق ده اللي هو جلوميرولار بيزمنت ممبرين. طب والاحمر ده ايه؟ فيسرال ابيثيليوم او بودوسايت. انت مش ملاحظ ان ليه فوت بروسيسز، يعني سنان كده بس شبه القدم، شبه الفوت. بص حتى اللي متعلم عليها دي شبه الاقدام الفوت، فبتسمى فوت بروسيسز بتاعه الفيسرال ابيثيليوم او البودوسايت اللي هو ناحيه دي من الجلوميرولار فلتريشن بارير، دي تبقى ناحيه اليورين، ناحيه البروكسيمال تيوبيول، هنا ناحيه البروكسيمال تيوبيول، وهنا ناحيه البلد. طب ونيجي بقى ده اسمه سب ابيثيليوم at the outer surface of the glomerular basement membrane. ليه تسمى سب ابيثيليوم؟ لان الابيثيليوم هو البودوسايت، وهو تحت الابيثيليوم، الفراغ ده تحت الابيثيليوم البودوسايت، فبيتسمى سب ابيثيليوم ناحيه البروكسيمال تيوبيول، يصب في اليورين، outer surface of the glomerular filtration barrier. طيب وده ايه الاصفر ده؟ اتفقنا اندوثيليال سيل، والاندوثيليال سيل دي بتبقى الفراغ اللي هنا ده اسمه سب اندوثيليال، تحت الاندوثيليوم، at the inner surface of the glomerular basement membrane، ويبقى الفراغ ده كله هنا فيه هنا كابيلاري اليومن، والدم بيجي هنا بالمنظر ده، هنا في كابيلاري اليومن. طب السؤال بقى لما نيجي بقى نمسك هنا، ده اسمه باومان سبيس اللي هو هيصب بعد كده في البروكسيمال تيوبيول في اليورين، وده زي ما اتفقنا الكابيلاري اليومن، وهنا ده بقى اسمه جلوميرولار فلتريشن بارير اللي هو مكون من ثلاث طبقات، ويجي الدم اللي هو معبي بالبارتيكلز الخضرة دي. البارتيكلز الخضرة دي هي البارتيكلز اللي موجودة في الدم اللي هتتصفى. يعني ايه تتصفى؟ يعني البارير ده اسمه بارير، يعني حاجز، والحاجز ده من مواصفات اي حاجز في الدنيا يسمح بمرور حاجات ويمنع حاجات. فالبارتيكلز اللي جت دي جايه مع الدم عايزه تبقى يحصل لها فلتريشن، يعني تتصفى، حاجات تعدي وحاجات لا. هتلاحظ ان هنا في البارتيكلز دي طبيعي جدا، سيمبل فيزيكس، حاجات كبيره وحاجات صغيره، بارتيكلز كبيره وصغيره وفي صغير، ده اسمه جلوميرولار فلتريت اللي عايز يعدي. فنلاقي الكبير ما يقدرش يعدي ليه؟ لان احنا عندنا هنا الاصفر ده اللي هو الاندوثيليال سيلز بينهم وبين بعض endothelial pores، فتحات، وبرضو هنا في slits، فتحات بين الأقدام، بين الفود بروسيسز. فيجي الأخضر الكبير ده يعدي ما يقدرش يعدي ببساطة لأن الفتحة كبيرة وحجمه أكبر من حجم الفتحة فما يعديش، لكن الصغير يقدر يعدي ما بين خروم الاندوثيليال بورز ويبقى ويديفيوز عن في الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، وبعدين يخترق الجلوميرولار بيزمنت ممبرين ويعدي ما بين السليتس الموجوده بين الاقدام الفود بروسيسز، ولو عدى الناحيه الثانيه وعبر الناحيه الثانيه وكروست ذا اوبوزيت سايد وبقى ساب عدى من حته الكابيلاري اليومن وراح ناحيه الباومان سبيس، يبقى بقى على اليورين على طول، فاضل له نفخه وينزل في اليورين ينزل، لكن الكبير ما يعديش. يبقى اذا البارير ده استطاع انه يمنع بعض البارتيكلز، لان البارتيكلز دي السايز بتاعها كبير، يبقى البارير ده كان او it possesses the capability to stop some particles from passing to the urine simply because these particles possess a big او a large size and this large size should prevent these particles from passing to the opposite side and from escaping into the urine.
فمهم قوي الحوار ده. يبقى اول حاجز، اول حاجه بتخلي الجلوميرولر فلتريشن بارير يمنع البارتكلز انها تعدي، حجم البارتكلز. اتنين، ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الفود بروسيسز عليها نيجاتيف تشارجز. ولما تيجي تقول لي ليه، اقول لك لانه نيجاتيفلي تشارج سيرفيس بروتينز، وتيجي البارتكلز دي اللي هي برضو عايزه تعدي. البارتكلز دي برضو اللي هي عايزه تعدي في اليورين، في منها بارتكلز عليها حرف ان يعني نيوترال، وفي بارتكلز عليها حرف نيجاتيف عليها نيجاتيف عليها نيجاتيف تشارجز. طيب يبقى اذا لما نيجي نشوف جلوميرولر فيلتريت النيجاتيف تشارج ما يعديش. A B C بتاع KG1 بيقول نيجاتيف مع نيجاتيف ريبالشن يعني تنفره، وبالتالي النيجاتيف يجي هنا يلاقي السيرفس اللي بتاع البودو سايتس نيجاتيفلي تشارج، فهيمنعه ارجع على طول يرجع. لكن النيوترال مفيش مانع يعدي، النيوترال زي الويست برودكتس. لكن النيجاتيف تشارجز زي البروتينات، زي البروتينات، واللي فاتوا بقى اللي كان حجمهم كبير برضو زي البروتينات. يبقى البروتينز ممنوع تعدي ليه؟ لانه هنا بقى بيمنعها بايه؟ بالتشارج. يبقى اذا قبل ما اكمل اقول لك ان جلوميرولر فلتريشن بارير ده سبحان الله العظيم اللي موجود في الجلوميرولس عنده القدره يمنع البروتينات انها تنزل في اليورين، لان البروتينات حجمها كبير ولانها نيجاتيفلي تشارجد. ففي تو فاكتورز بيمنعوا البروتينز انها تعدي، الحمد لله. ليه؟ لان البروتينات لو عدت على طول على طول على طول ونزلت في اليورين على طول وعدت على التيوبيولز على طول هتعور التيوبيولز، انجوريوس، بتعمل انجري ودامج وديستركشن ونكروزس في التيوبيولز، ومع مرور الوقت تبوظ الكيدني. فعشان كده الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الحاجز ده يمنع نزول البروتينات اللي هي بتعور اصلا. ومع ذلك الجلوميرولر فلتريشن بارير ده عامل زي الحارس، حارس امن بيمنع البروتينات انها تنزل في اليورين انها تهرب. حلو، برغم ان الحاجز ده قوي جدا لان عنده السلاح بتاع السايز والسلاح بتاع التشارج بيمنع البروتينات انها تعدي، الا ان بعض البروتينات الفهلويه قوي الجامده قوي بتقدر تعدي برضه برغم حاجز السايز وحاجز التشارج. ولما تعدي من برضو الحمد لله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ان في حاجز امني تاني غير الجلوميرولس بعد الجلوميرولس اللي هو التيوبيولز. فبعد لما قدرت بعض البروتينات الفهلوية نتعدي من حاجز السايز والتشارج هتلاقي هتصطدم بعد كده بالتيوبيولز، تيوبيولز ولا ارجعي تعمل لها حاجة اسمها التيوبيولر ري ابزوربشن. وعشان كده البروتينات الحمد لله محفوظه في الدم ما تنزلش في اليورين. ومع ذلك برغم ان انا عندي حاجز قوي جدا ممثل في جلوميرولوس وحاجز برضه ممثل في التيوبيولز، الاثنين دول بيمنعوا البروتينز انها تعدي، جلوميرولوس بالسايز والتشارج والبروتين والتيوبيولز بتعمل ري ابزوربشن برغم الاثنين دول، الا ان برضه في بقى بروتينات اكسترا فهلويه تقدر تعدي من الجلوميرولاي ومن التيوبيولز وتهرب شويه في اليورين، بيبقى اسمهم نورمال تريسز اوف بروتين في اليورين. بس طبعا الحمد لله ان شويه البروتينات الاكسترا اكسترا فهلويه دي كميتهم صغيره جدا جدا جدا، اصغر من ان هم يعملوا مشكله واقل من ان هم يقدروا يعملوا ديستركشن او نكروزس او انجري التيوبيولز. فالحمد لله النورمال تريسز، التريسز الخفيفه قوي قوي من البروتينات اللي بتقدر تعدي وتنزل نورمال تريسز في اليورين بكميات قليله جدا ما بتعملش مشاكل خالص خالص الحمد لله. ربنا ده على انسان طبيعي الحمد لله. طب خلي بالك مين الحاجز الاقوى اللي يمنع البروتينات، الجلوميرولس اللي قدامك ده ولا التيوبيولز؟ لا جلوميرولس طبعا، وعشان كده لو اتضرب الجلوميرولس ده تلاقي كمية كبيرة من الفيضان، كمية كبيرة من البروتينات نزلت. لكن لو اتضرب التيوبيولز، يعني لو جلوميرولس اتضرب تنزل كمية كبيرة قوي من البروتينات، لكن لو اتضرب التيوبيولز تنزل كمية تهرب كمية من البروتينات بس اقل من الكمية اللي تنزل لو جلوميرولس اتضرب. عشان كده جلوميرولر بروتينوريا، يعني بروتينوريا بسبب عيب جلوميرولس اشد واقوى واعنف من بروتينوريا بسبب عيب تيوبيولز. نقط دي مهمة جدا جدا، احنا بنحط قواعد. طيب يبقى نيجي بقى نقول طب افرض البودوسايتس دي ضربت، حصل اتمسحت مرض مسحهم، دامج ديستركشن بتتسمى افيسمنت اوف ذا فود بروسيسز
بتاعت البودوسايتس الأقدام بتاع اللي هي السنان أو الأقدام بتاعت الفود بروسيسز دي اتمسحت. مسحت بيتقال عليها effacement بالإنجليش، بالفرنساوي جاي من verb effacer يعني يمسح، ترب، مسح، rubbing. طب ولما تمسح كده يبقى أنت معنى كده فقد، يبقى البارير ده فقد سايز ولا فقد شارج؟ فقد الاثنين، لأن لما مسحتهم كسرتهم بهوقت المساحة بقت الثغرة والفتحة بقت كبيرة جدا، ففقد السايز، وبالتالي أي حاجة أي موليكيول هتقدر تعدي لأن بقت حيطة اتكسرت كلها دمرت. اثنين، فقد التشارج برضو لأن انت كسرت كل الفود بروسيسز وتكسر معهم النيجاتيف تشارجز، ففقد سايز وتشارج يعني بوث. طب وإذا فقد سايز وتشارج يبقى كله يعدي، وإذا كله عدى تبقى اسمها هيفي بروتينوريا، والعند ممكن يبريزنت لينا بنيفروتيك سيندروم، وده الباثولوجي الأساسي الموجود في حاجة اسمها مينيمال تشينج جلوميرولونيفرايتس، خدتوها زيادة عن اللزوم في الأطفال، وخلي بالك هتلاقيها موجودة برضو في باثولوجي تاني إن شاء الله هنقوله بعدين إن شاء الله. دي قصة الجلوميرولار فلتريشن بارير، والاختصار كده ان ادي جلوميرولار فلتريشن بارير، في حاجات هتعدي لكن في حاجات ممنوع انها تعدي زي ما اتفقنا، والممنوعين دول ممنوعين بالسايز والتشارج. جي ان دي كانت مقدمه متواضعه عشان نقدر نخش منها على واحد من اهم دروس كتاب الكيدني ان شاء الله، الا وهو الجلوميرولونيفرايتس ما يسمى اختصارا بالجي ان. Renal disease characterized by glomerular inflammation and or injury. طيب the glomeruli affecting ايه بقى؟ the glomeruli or the small vessels in the kidney. Inflammation وجايز injury للglomeruli والsmall vessels اللي جوه الكيدني اللي هي الكابيلاري لومنز اللي قلنا عليه، كابيلاري سوري لومنز الكابيلاري لوبس قصدي اللي قلنا عليه، mainly immunologically mediated. مش only immunologically mediated يعني ممكن يكون بواسطة خلل في جهاز المناعة لكن في أشياء أخرى، أجلها شوية. طيب affecting both kidneys symmetrically يعني بيضرب الاثنين kidneys symmetrically. symmetrically both kidneys are affected symmetrically لأن يعني المرض ده مش مرض بيضرب كيدني في حتة واحدة، لا سبحان الله دي مش حصوة مثلا، ما هياش سيست مثلا، ده هي both kidneys symmetrically. خلي بالك انه ممكن not all diseases show an inflammatory component يعني ممكن بعض انواع الجي ان ما فيهاش inflammation بس injury، بس زي الدايابيتس. الدايابيتس قلنا ان في glomerular injury وخدنا الستبس بتاعت والستيجس والفيزس بتوع glomerular diabetic nephropathy كيمشتيل ويلسون، وقلنا ساعتها ان في glomerular injury وفي glomerular sclerosis رجعها في الدايابيتك نيفروباثي، بس الدايابيتس هي injury في glomeruli لكن من غير inflammatory component واضح. طيب السؤال بقى what causes glomerular injury disease يعني ايه الاتيولوجي بتاع جي ان، ايه الاتيولوجي بتاع glomerular nephritis؟ most are of immunologic origin caused by immune complexes. تعال نشوف بقى القصة دي تمشي ازاي. انت تكلمني على عنوانين الباث يعني ايه، ازاي الميكانيزم بيحصل والسبب ايه. ممكن في حاجات تانية غير يعني معظم الحاجات، معظم اسباب الجلوميرولار ديزيز بتبقى immune mediated، بس قلنا mainly immune mediated مش always immune mediated، وimmune mediated بيبقى اكتر حاجة فيها هجوم بimmune complexes يعني ايه، هنقولها ان شاء الله بعد شوية. طيب وممكن حاجات تانية ما هياش إيميون زي ميتابوليك ديابيتس أو ميكانيكال زي الهايبرتنشن. طب الإيتيولوجي هنقسمه العنوانين primary وsecondary وبعدين نتكلم بعد كده على ميكانيزمز إن شاء الله. البرايمري كالعادة في البطن خصوصا وفي الطب عموما وفي البطن خصوصا، البرايمري سببه مش معروف، not secondary to a systemic disease يعني مش نتيجة سبب systemic. kidney is the main target يعني المرض ده بيضرب اساسا الكيدني وسببه مش معروف، unknown idiopathic قول عشان تبقى بتالف حاجه ما حدش يعرفها الا انت idiopathic unknown. unknown دي حاجه محترمه جدا جدا جدا، وتبقى انت مستفز جدا في الامتحان لو قلت على حاجه idiopathic انك تعرفها، تستحق السقوط بجداره. طب خلي بالك يبقى الايديوباثيك ده اللي هو البرايمري سببه اسمه ايديوباثيك، سببه مش معروف، unknown etiology سببه مش معروف، primary يعني من غير cause، ومش secondary المرض systemic بس بيضرب الكيدني مين تارجت،
ممكن يبقى وراثي، ممكن وراثي. طب خلي بالك ادي مالتيبل اورجانز في الجسم اهم بالمنظر ده، مالتيبل اورجانز البرين واللنج والكيدني والليفر كل الاورجانز، هنلاقي ان الكيدني وهي از ذا اونلي افكتد اورجان وان ات كمز تو برايمري جي ان، يعني في البرايمري جي ان المرض بيصيب الكيدني والكيدني فقط غالبا، لان الطب ما فيهوش 100% بس غالبا هي كده. طيب باثولوجي از كونفايند تو ذا كيدني، وممكن يبقى وراثي هيريديتري زي دول، دول قراهم بس البورت سيندروم ونيل باتيلا وفابريز وثين، لو سمحت دي ما اسمهاش بي ام، ما يبقاش بوم مارو عشان انت دايما بتختصرها بطبعا، لا ده اسمه بيزمنت ممبرين، يعني البيزمنت ممبرين بتاع الكيدني رفيع ان نوت بوم مارو لو سمحت. ولازم دي سؤال يعني للماجستير الحقيقه اكتر، اللي هي الهيريديتري فورمز بتوع الجي ان، بس يعني ما فيش مانع انك تحفظ كل واحده فيها ايه. مثلا الالبورت سيندروم بيبقى فيه جلوميرولونفرايتس بهيماتوريا وبروتونوريا، ما اتكلمناش على كلينيكال بيكتشر لسه. هيرينج لوس ده مرض وراثي، عنده جلوميرول حاجه بيضرب الكيدني سببها مش معروف، ومعاه هيرينج لوس سبحان الله، معاه اوكيولار ديفكت ان دي فورم اوف انتيريور لنتيكونس. ايه انتيريور لنتيكونس اللي عمال ينور ويطفي ده؟ اذا كانت ده اللينز بالمنظر ده هلاقي الحته اللي قبه دي اسمها بوستيريور لنتيكونس، بس دي مش بتاعتنا، بتاعتنا هي الانتيريور لنتيكونس، يعني عنده اللينز في كونايزيشن، يعني مش كونايزيشن، حتة بارزه قدام كده بالجينج في اللينز، فطبعا بتعمل ايرورز اوف ريفراكشن بتاثر على الرؤيه، ده مرض وراثي. الهيريديتري دول تحفظهم الاربعه دول. طب امال ايه السكندري ده؟ السكندري سببه معروف، نتيجه سيستميك ديزيز، كيدني از بارت اوف ا مالتي سيستم افكشن، فلاقي الكيدني هنا افكتد لكن مش لوحدها ابدا، الكيدني از ا بارت اوف ا مالتي سيستم انفولفمنت، ات از ا بارت اوف مالتي سيستم افكشن. اكزامبل بس اكزامبل بار اكزامبل فور اكزامبل انه اكزامبل اكزامبل يعني اكزامبل بالطلياني بالفرنساوي بار اكزامبل بالانجليش فور اكزامبل على سبيل المثال بارت اوف مالتي سيستم افكشن. طيب وهو اللوبس دي مالتي سيستم افكشن؟ طبعا هاخدها ان شاء الله في الروماتولوجي. طيب ادي كده صوره بتاعت اللوبس، اجلها شويه. مالتي سيستم افكشن، the kidney is one of the mostly of the kidney is one of the most commonly affected organs in patients with systemic lupus infections. في حاجات تانية اللي احنا قلناها دلوقتي، ايه بقى؟ نبتدي بقى الامراض اللي secondary، الامراض السكندري اللي بتعمل جي ان، السكندري كوزز اوف جي ان. اول حاجه انفكشن، اول حاجه انفكشنز، هتحفظ الانفكشنز دول، ودايما الامتحان الام سي كيو انا معلم لك في الكتاب بالبولد او يعني شويه وبالتاليكس او بكبير شويه على الموست كومن، هتلاقي ان ده الموست كومن امونج انفكشنز، يعني اشهر انفكشن. انا ما اتكلمتش لسه على ميكانيزم، انا بتكلم على ايتيولوجي. الموست كومن امونج انفكشنز هو بوست ستريبتوكوكال، وهنقول البوست ستريبتوكوكال درس ان شاء الله لوحده، خدتوه في الاطفال. بوست ستريبتوكوكال جي ان بنتيجه اصابه بجروب A بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي، اللي هي نفس المجموعه اللي بتعمل روماتيك فيفر، بس هنا هيبقى اسمها نيفروجينيك سترين وهناك اسمها روماتوجينيك سترين. الانفكتيف اندوكاردايتس سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، يعني دي كانت بتعمل جي ان. طب ما احنا عدى علينا كتاب الكارديولوجي، فكرني اهي الصوره دي من كتاب الكارديولوجي من درس الانفكتيف اندوكاردايتس، كانت جلوميرولونفرايتس. السيفلس ممكن، هيباتيتس بي وسي. طب ما اول حاجه خدنا كتاب الليفر، وادي صوره من كتاب الليفر والجي اي تي، فايرال كرونيك هيباتيتس، وقلنا ان الحاجات دي اسمها اكسترا هيباتيك مانيفيستيشنز اوف فايرال هيباتيتس، وكانت غالبا اميون ميديتد جلوميرولونفرايتس واميون روماتيك ديزيزز. في حق اللي احنا اول قلنا انفكشنز، خلصنا من انفكشنز. طب في امراض بقى اميون، يعني خلل في جهاز المناعه، وده برضو هنقوله ان شاء الله في كتاب الروماتولوجي، زي سيستميك لوبس الموست كومن امونج اميون. ومين كان الموست كومن امونج انفكشنز للام سي كيو؟ بوست ريبتوكوكال. امال في الاميون مين موست كومن؟ سيستميك لوبس. وفي انكا فاسكولايتس، ما خدناش ده لسه في كتاب الروماتولوجي ان شاء الله، زي الام بي اي والجي بي اي والاي جي اي فاسكولايتس اللي هي الهنكشن لاين بيربرا. طب اجل دول بس خليني، وفي حاجه اسمها كرايجلوبولينيا تايب 2 3 تايب 2 اند 3. الاول ابتدي بالسيستميك لوبس. السيستميك لوبس اهي الصوره دي من كتاب الروماتولوجي. السيستميك لوبس بتعمل ديفرنت تايبس اوف جي ان، اشهرها ميمبرنس، ما خدناش لسه انواع الجي ان، واشهرها ميمبرنس. طب دي الصوره دي برضو من كتاب الروماتولوجي، وبرضو اللوبس في عندنا 6 كلاسز لللوبس،
من ضمنها كلاس 5. كلاس 5 ده اللي هو الممبرنس لوبس نيفرايتس. في كام نوع هنشوف احنا بقى انواع الجي ان، ما خدناش يعني ايه ممبرنس لسه، ما اتكلمناش يعني ايه ممبرنس لسه، اجلها شويه. الصوره دي من كتاب الروماتولوجي. ممبرنس يبقى لوبس في 6 كلاسز، كلاسيفيكيشن اوف لوبس نيفرايتس في كتاب الروماتولوجي ان شاء الله. طيب امال ايه بقى الجي بي اس ده اللي هو الجود بيستشر سيندروم؟ الصوره دي قلناها، ادي جود بيستشر سيندروم. كانت الصوره دي من درس ايه في كتاب ايه، من اسباب ايه، من اسباب ايه هيموتس في كتاب التشست، راجعها. وبرده الصوره دي من درس الانترستيشال لانج ديزيز، كان جود بيستشر سيندروم، راجعها في كتاب التشست. طب كمان من ضمن الحاجات انكا فاسكولايتس ام بي اي وجي بي اي، ادي ما خدناش لسه. هناخد الام بي اي اهي الصوره دي من كتاب الروماتولوجي، والصوره دي جي بي اي. الام بي اي دي اسمها مايكروسكوبيك بولي انجايتس، نوع من انواع الفاسكولايتس. وفي الجي بي اي اللي هي الجرانيولوماتوزس ويذ بولي انجايتس برضه في كتاب الروماتولوجي جي ان، هتلاقيني معلم لك هناك في الكتاب بالاصفر على الموست امبورتنت فايندينجز ان شاء الله. طيب كمان عندنا الهنكشن لاين بيربل او الاي جي اي فاسكولايتس، جبنا سيرتها في كتاب البلد بس قلنا نذاكرها من كتاب الروماتولوجي. فتلاقي هنا الهنكشن لاين بيربل دي موجوده في كتاب الروماتولوجي هنا اهي، من ضمن الحاجات انها بتعمل جي ان. طيب عندنا كمان كرايوجلوبينيما، ده سؤال ماجستير الحقيقه ونزل لي انا في الدكتوراه في الام دي، كانت كيس من الكيس، كيس الام دي كان عندنا كيس واحده نزلت كانت كرايوجلوبينيميا تايب 2 و 3. الصوره دي من كتاب الروماتولوجي. وكرايوجلوبينيميا كان بيعمل حاجه اسمها ما خدناش لسه ميمبرينو بروليفريتيف جي ان. يعني ايه ميمبرينو بروليفريتيف جي ان؟ لما ما خدناش لسه انواع الجي ان. طب مفهومه زياده عن اللزوم، مش هتقدر تقولها الا لما تكون فاهم الهيستولوجي اللي قلناه في المقدمه اللي في الاول النهارده ان شاء الله. في ادويه وتوكسنز بتعمل جي ان، بتعمل انجري زي الجولد والبنسلامين، شويه ادويه كتير الجولد والبنسلامين دول هنقولهم ان شاء الله في كتاب الروماتولوجي، من الادويه من الدي ماردز اللي هم ليس كومونلي يوزد في كتاب الروماتولوجي اجله شويه. وعندنا نون ستيرويدال البنسلامين. بالمناسبه البنسلامين قلناه فين كمان؟ البنسلامين ده فين 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 في علاج، في علاج صح؟ اقولها لك اهي ويلسونز ديزيز، مظبوط في علاج ويلسونز ديزيز، مظبوط الكلام بنسلامين. طيب عندنا النون ستيرويدال ممكن، سبحان الله هيدرولازين ده انتي هايبرتنسيف دراج وقلناه برضه في علاج الهارت فيلير، والكابتوبريل ده انتي هايبرتنسيف وقلناه في علاج الهارت فيلير. الانترفيرونز بقى قلناهم دول في اللوكيميز وفي علاج الهيباتيتس، ممكن هيروين وممكن ميركري بويزنج سبحان الله العظيم. طيب الميتابوليك كوزس عندنا بقى حاجات تانية، ميتابوليك كوزس دايابيتس وامايلويدوزس، ما اتكلمناش لسه على ميكانيزم دايابيتس. افكرك على فكرة امايلويدوز ده مهم نقوله ان شاء الله في الروماتولوجي. دايابيتس is the most common among metabolic، في الميتابوليك اهم واحد هو الدايابيتس. طيب والصورة دي من كتاب درس الدايابيتس في كتاب الاندوكراين، كان بيعمل ستيج 4 اللي هي نيفروتيك سيندروم جلوميرولو نيفرايتس من النوع السكندري. دايابيتس از ا فيري كومن كوز اوف جي ان بس سكندري مش برايمري، يعني سببها معروف الا وهو الدايابيتس وهو ميتابوليك ان تيرمز اوف باثوجينيسيس، ما اتكلمناش لسه على الباثوجينيسيس. مالجنسي زي الليمفوما والمالتيبل مايلوما، انا معلم بالمالتيبل مايلوما از ذا موست كومن امونج مالجنسي اللي تعمل جي ان وتروح بعد كده على رينال فيلير سبحان الله، سواء اكيوت او كرونيك. قلنا في كتاب البلاد ان المالتيبل مايلوما ممكن تعمل اكيوت رينال فيلير واكيوت رينال فيلير وكرونيك رينال فيلير. الاكيوت رينال فيلير اللي هو اسمه اكيوت كيدني انجري، والكرونيك رينال فيلير اللي هو كرونيك كيدني ديزيز سبحان الله. ميسيلينيس زي البري اكلامسيا خدتوها في النساء والولادة، ماليجنانت هايبرتنشن ده بيعور الجلوميرولاي، مها اللي هي التي تي بي والاتش يو اس والدي اي سي قلناهم بالتفصيل في كتاب البلد، راجعهم في كتاب البلد. وكذلك السيكل سيل ديزيز قلناه في كتاب البلد. لما اتكلمتش لسه على الميكانيزم يجي دلوقتي دور الميكانيزم اللي هو الباثوجينيسيس. باثوجينيسيس يعني ايه؟ يعني وات هابنز، يعني ايه اللي بيجرى للبيشنت، ايه اللي بيحصل له، يعني ازاي الاسباب اللي قلناها من شويه سواء برايمري سببه مش معروف او سكندري سببه معروف بيعور الجلوميرولاي وبيعمل انفلاميشن اند اور انجري، ازاي ايه الميكانيزم؟ في ايمونولوجيكال يعني بواسطه خلل في جهاز المناعه، وفي حاجه ملهاش علاقه بجهاز المناعه، ممكن الاثنين ساعات. لما يسالك اديني اكزامبل لايتيولوجي في الاثنين موجودين
قول له infections. يقول لك اديني اكزامبل لايتيولوجي من الايتيولوجيز اللي قلناها من شويه في ميكانيزم ايمونولوجيكال وكذلك نون ايمونولوجيكال, قول لي قول له انفكشنز. هيقول لك اثبت لي, قول له اتقل شويه, هوريها لك بعد شويه ان شاء الله. طب ابتدي الاول بايمونولوجيكال انجري, يعني خلل في جهاز المناعه. اللي جاي ده على اعلى 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 درجه من الاهميه, يبان عليا ما اكون مهتم بحاجه. نمره واحد الصوره دي very important. immunological injury اول حاجه immune complexes, يعني الهجوم على glomerulus تم بواسطه complex مركب مكون من ثلاث اعضاء, antigen وانتيبودي وكومبلمنت, ده اسمه immune complex, يهاجم ويكسر. ودي examples زي post streptococcal gn, سب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس اللي هي خدناها في الكارديولوجي, السيستميك لوبس وكلايوجلوبينيميا تايب 2 و3 واي جي اي جلوميرولونيفريتس, ما اتكلمناش عن ده لسه, اجله شويه ان شاء الله هناخده ان شاء الله. خدنا بس سب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس. تاني حاجه, حاجه اسمها باوسي اميون جي ان, باوستي اوف اميون كومبلكسز, يعني في هجوم بجهاز المناعه. بس لما جيت دورت بالاميونوفلوريسنس على immune complexes ما قدرتش اشوفهم كويس, اسمهم باوستي يعني نادرين قليلين مش واضحين, هقول لك بعد شويه ان شاء الله. زي الانكا فاسكولايتس, دي انكا فاسكولايتس ناخدها ان شاء الله في كتاب الروماتولوجي. ممكن بقى ما هياش بواسطه immune complexes, يعني اللي فوق دي immune complexes, هنا في immune complexes بس عددهم قليل جدا وكميتهم قليله جدا, ما بانتش بالاميونوفلوريسنس. وفي انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بوديز, يعني انتي نمره 3 دي ما هياش اميون كومبلكس, لا دي انتي بوديز بس بتهاجم الجلوميرولار بيزمنت ممبرين, زي بعض انواع الجي ان زي جود بيستشر سيندروم, اجله شويه. واخيرا في كومبلمنت ميديت, يعني كومبلمنت بس هو اللي بيهاجم الجلوميرولاي, زي مثلا ابنورمال كومبلمنت اكتيفيشن بحاجتين دول, سؤال دكتوراه, سي 3 جلوميرولونيفريتس ودنس ديبوزيت ديزيز, هنجيب سيرتهم ان شاء الله مرورا. بس ده سؤال دكتوراه, يبقى اما اميون كومبلكسز يا اما في واضحين جدا, يا اما باوستي اوف ذا اميون كومبلكسز يعني مش باينين بالاميونوفلوريسنس زي الانكا فاسكولايتس, يا اما ما هياش اميون كومبلكس اساسا, دي انتي بوديز زي الجود بيستشر, يا اما كومبلمنت ميدييتد. فكرني كده بره درس النهارده طالما جبنا سيره دي اللي عماله تنور وتطفي دي, complement mediated disease, هنا complement mediated GN, بس في مرة قبل كده قلنا complement mediated disease, complement mediated disease, disease induced by complement, complement complement causing a disease, complement بيعمل مرض اللي هو كانين قلناه في كتاب البلد تحت اسم, رجعها في كتاب البلد, سهلتلك قلتلك كتاب البلد. طيب بس هي paroxysmal nocturnal hemoglobinuria PNH, رجع كنا بندور على سي دي 55 وسي دي 59 اللي هما كانوا ديفيشنت على جدار السيلز وبالتالي كان الكومبلمنت بيهاجم السيلز, رجع هناك. طيب نيجي بقى نمسك الاربعه دول ونتكلم, دول الاربعه ميكانيزمز ازاي بيحصل ايمونولوجيكال انجري. ما تنساش في حاجه ثانيه اسمها نون ايمونولوجيكال انجري. طيب ادي انتي بوديز اهي وادي اميون كومبلكسز اهم, ايه الفرق؟ الانتي بوديز عباره عن انتي بوديز بس, امال الاميون كومبلكس ده ايه؟ لا ده كومبلكس مكون من ثلاث اعضاء, انتيجين وانتي بودي ومعاهم كومبلمنت. فالصوره دي صوره انتي بوديز والصوره دي صوره اميون كومبلكس مكون من انتيجين انتي بودي كومبلمنت. طب ادي واحد اثنين, ده ايه ده؟ ده اللي بيزم الجلوميرولار فلتريشن بارير اللي قلناه من شويه. افكرك الاصفر ده كان ايه؟ اندوثيليال سيلز وبينهم بورز خروم, والازرق ايه؟ جلوميرولار بيزمنت ميمبرين, والاحمر ايه؟ visceral epithelium اسمه بودوسايت, والاحمر دول فود بروسيسز شبه الادم. طيب وده glomerular basement membrane. طب هو السؤال هنا outer surface of glomerular basement membrane, اتفقنا ده ناحيه السب epithelium, ناحيه الباومان سبيس, ناحيه اليورين, ناحيه البروكسيمال تيوبيول, لكن اللي هنا inner surface of glomerular basement membrane ده ناحيه السيلز الصفراء اللي هي الاندوثيليال سيلز بتاعت الكابيلاري اليومن. طيب يبقى الصوره دي مهمه جدا, امال ده كان مين ده؟ ده كان السيلز اللي بتربط الكابيلاري اليومنز ببعض اسمها ميزانجيال سيلز او ميزانجم او ماتريكس او ميزانجيال سيلز. طب نيجي دي ونقول دول كان اسمهم ايه؟ قلنا بودوسايتس فود بروسيسز. طيب نمسك اول نوع اميون كومبلكسز. اميون كومبلكسز ده قصته ايه؟ ادي ايه الامراض اللي فيها اميون كومبلكسز؟ ديبوزيشن اوف سيركيوليتنج اميون كومبلكسز يعني انتيجين انتي بودي وكومبلمنت, ادي جومهم. ده مين اللي جه هنا؟ ده انتيجين انتي بودي كومبلمنت اسمه اميون كومبلكسز, والاميون كومبلكسز دي ممكن تبقى مكانها فين بقى؟
حاجة من الثلاثة، يا إما sub epithelial يعني at the outer surface of، يا إما الإيميون كومبلكسز اللي ناوية تعور دي يا إما تبقى deposited على ال outer surface of the glomerular basement membrane، تبقى كده بالمنظر ده. ما هو ده ال outer surface، ده فاسمه sub outer surface اسمه sub epithelium. يبقى هنا أهي 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 الصورة أهي على ال outer surface of the glomerular basement membrane ترسبت هنا. حلو. أو في احتمال تاني sub endothelial على inner surface of the glomerular. مش هتفهم حاجة من كلام ده إلا لو كنت خدت المحاضرة المقدمة الأولانية في الهيستولوجي. definitely يبقى ده sub endothelial at the very inner surface of the glomerular basement membrane. طب في الانر أهو أهم أهم على ال inner surface of the glomerular basement membrane جوه ناحية ال endothelial cells كده بالمنظر ده، نحطهم هنا في sub endothelial inner surface، يبقى أهو sub endothelial برضو. يبقى إما sub epithelial at the outer surface إما sub endothelial at the inner surface، بس في كل الأحوال اسمها immune complexes يعني antigen antibody complement. طب وممكن في احتمال ثالث فين ميزانجل؟ ميزانجل فين يعني؟ اهي مش ده الميزانجم اهو، تترسب حوالين الميزانجم يعني في الميزانجل، حوالين الميزانجل سيلز في الماتريكس اللي هو بيربط الكابيلاري لوبس ببعض. ميزانجل يبقى هنا ميزانجل. حلو جدا. يبقى اذا ممكن يكون ده ديبوزيشن اوف اميون كومبلكسز. حلو. حد يعترض يقول لي طب وانت ليه ما قلتش الازرق اللي في النص ده يتحط فيه اميون كومبلكسز؟ ده مش انا اللي بقول، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الجسم وخلق الكيدني وخلق المرض. فسبحان الله اميون كومبلكسز مش هي اللي هتترسب هنا في الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين، ده بتبقى انتي بوديز بقى، هنقولها بعد شويه ان شاء الله، بس مش اميون كومبلكس بقى، انتي بوديز. امال الاميون كومبلكسز فين؟ لا في حته من ثلاثه، يا اما سب ابيثيليال يا اما سب اندوثيليوم يا اما في الميزانجم اللي قلناه من قبل كده. طيب حلو. الاكزامبل ده بتاع الاكزامبلز بتاع السب ابيثيليال ميمبرنس جي ان سواء برايمري او سكندري، سكندري زي لوبس كلاس 5. اجل الكلام ده شويه ما خدناش ده لسه، هنقول ان شاء الله بالتفصيل. امال مين سب اندوثيليال؟ اشهر حاجه لوبس نيفرايتس برضه بس كلاس 4، لان يعني اللوبس نيفرايتس قلنا قبل كده كام؟ 6 كلاسز بس ما خدناهمش، ناخدهم ان شاء الله في روماتولوجي. طيب يبقى هنا عندنا وهنقولهم ان شاء الله لسه، فاجلهم. السؤال هنا دي اكزامبل للسب ابيثيليا وده اكزامبل للسب اندوثيليا، اما الميزانجل اكزامبل لبرايمري اي جي اي نيفروباثي وسكندري زي لوبس نيفرايتس كلاس 1 و2، كان اللوبس رشقه في الثلاث انواع بتوع الاميون كومبلكس جي ان. اللوبس بتعمل سب ابيثيليال وبتعمل سب اندوثيليال وبتعمل ميزانجل. السب ابيثيليال يبقى كلاس 5 والسب اندوثيليال كلاس 4 والميزانجل كلاس 1 و2. طب هم الكلاسز دول ايه؟ ما خدناهمش لسه. في حاجه تانية بقى، انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بوديز، انا نطيت نمره 2 اجلها شويه. انتي بوديز يعني هنا مش اميون كومبلكس، دي انتي بوديز بس. انتي بوديز بس يعني inside to binding of antibodies، يعني antibodies بتهاجم الجلوميرولس. ممكن وممكن لا، ممكن وممكن لا، ممكن وممكن لا، يبقى معاها immune complex بس الاساس antibodies اهي. وممكن وممكن لا immune complex formation، يبقى جم مين دول؟ دول antibodies اللي فوق الرسمة اللي جاية دي، الرسمة اللي جاية دي antibodies مش immune complexes. ممكن تبقى against antigen موجود على البودوسايتس، الانتيجين ده اسمه PLA2R، هنقوله ان شاء الله بعدين، اجله شويه، مهم جدا في الممبرنس جلوميرولار نيفرايتس. وادي كده ده اللون الاصفر ده اللي طلع ميه ايه؟ اسمه PLA2R انتيجين موجود على البودوسايتس، ما هو الاحمر ده بودوسايتس، يبقى اذا الانتي بودي يمسك فيه يبقى اسمه انتي بودي ضد ال PLA2R انتيجين اون ذا بودوسايتس. يبقى هنا المشكله ايه؟ ان انتي بودي ضد ضد انتيجين موجود على البودوسايت. طب وده ليه؟ بسبب خلل في جهاز المناعه اهو بالظبط. طب امال الانتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بودي، في واحد تاني بقى اللي هو الانتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بودي، في حاجه تانية اسمها انتي جلوميرولار بيزمنت ممبرين انتي بودي. فين؟ اهو هنا انتي بودي ضد جلوميرولار بيزمنت ممبرين. ما هو الازرق ده، ما عشان كده قلت لك من شويه، انت سالتني من شويه قلت لي مفيش، طبعا انا اللي قلت سؤال يعني مفيش اميون كومبلكس في الحته دي، قلت لك لا ده هيبقى انتي بودي مش اميون كومبلكس. ما هو فعلا ده انتي بودي ضد جلوميرولار بيزمنت ميمبرين، ده مش اميون كومبلكس، بس ممكن يبقى معاه اميون كومبلكس ولا مش ممكن نشوف. يبقى ادي ده انتي بودي ضد جلوميرولار بيزمنت ميمبرين، ده الاكزامبل ده اللي هو الممبرنس جي ان، الاكزامبل اللي ده
الممبرينس جي ان ده بيبقى معاه اميون كومبلكسز. الاكزامبل ده جود بيستشر سيندروم من غير اميون كومبلكسز. يبقى نمسك هنا شوف بقى، خلي بالك ممكن وممكن لا، الانتي بوديز اللي بتهاجم الجلوميرولاي يبقى معاه اميون كومبلكسز وممكن لا. اشهر انتي بودي معاه اميون كومبلكس هو الممبرينس، وده بيبقى انتي بودي ضد بي ال اي 2 ار انتيجين على البودوسايتس. اما اللي ما معهوش اميون كومبلكس هو الجي بي اس، والجي بي اس هنا الانتي بودي مش بيهاجم البودوسايت، لا ده بيهاجم الجلوميرولر بيزمنت ممبرين. يبقى هنا على البودوسايت لكن هنا على الجلوميرولر بيزمنت ممبرين، مهم جدا. طيب وبعدين عندنا بقى باوسي اميون جي ان، يعني مش هعرف اشوف الانتي بوديز. بص بالاميونو فلوريسنس هنا مش شايفهم، ما فيش انتي بودي ظاهر، سوري اميون كومبلكس زي اكزامبل انكا فاسكولايتس. تحاول تدور على اميون كومبلكس تلاقيهم باوستي، يعني قليلين ونادرين جدا بس بيهاجموا. وعندي بعد كده الكومبلمنت ميدييتد، والكومبلمنت ميدييتد يعني هجوم بواسطه الكومبلمنت زي سي 3 جي ان ودنس ديبوزيت ديزيز، وده سؤال دكتوراه. لكن الجدول كله على بعضه اللي هو المربع ميكانيزمز اوف ايميونولوجيكال انجري اللي انا قلته، اول نوع اللي هو اميون كومبلكس في ثلاث حاجات، سب ايبيثيليال سب اندوثيليال وميزانجيال، وفي الانتي بوديز في انتي بودي ضد حاجتين، بودوسايت من بره وانتي جلوميرولر بيزمنت ممبرين انتي بودي في النص، وممكن وممكن لا، ممكن وممكن لا يبقى معاه اميون كومبلكسز، وفي باوستي اميون كومبلكسز بالاميونو فلوريسنس، وفي الكومبلمنت ميدييتد. طب خلي بالك ده بيتشاف باللينير اميونو فلوريسنس اللي هو بتاع الانتي بوديز ضد جلوميرولر بيزمنت ممبرين، لينير اميونو فلوريسنس. ده بيتشاف بجرانيولر اميونو فلوريسنس، دي حاجات شغله كله ده بالبيوبسي وتحت الميكروسكوب، وبتوع النيفرولوجي بيعرفوه احسن مننا، لكن لازم الجمل دي تبقى حافظها كويس قوي. يبقى لا الباوستي ده واللي فيه باوستي اميون كومبلكس ولا الكومبلمنت ميدييتد، لا ده ولا ده يتشافوا بالاميونو فلوريسنس. اللي يتشافوا بالاميونو فلوريسنس هم دول اربع انواع، ثلاثه هنا، خمس انواع، ثلاثه تحت عنوان الاميون كومبلكسز، واثنين تحت عنوان اميون الانتي بوديز. اربعه بيتشافوا بجرانيولر اميون فلوريسنس اللي هم الثلاثه بتوع الاميون كومبلكسز، واحد من الانتي بوديز، واحد بس من الانتي بوديز اللي هو الانتي جلوميرولر بيزمنت ممبرين بتشاف لينير اميونو فلوريسنس. ده مهم قوي 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 الكلام ده، يبان عليا ما تكون مهتم بحاجه دي على اعلى 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 درجه من الاهميه. طيب اون ذا اذر هاند في عندنا حاجه اسمها نون ايمونولوجيكال انجن، يعني تعويره للجلوميرولاي بس مش بواسطه خلل في جهاز المناعه. امال بواسطه ايه نون ايمونولوجيكال انجري؟ تعال نشوف. نمره واحد، هاي انترا جلوميرولار بريشر، ضغط عالي جوه جلوميرولاي فتعورت زي مالجنت هايبرتنشن. ممكن جلطات في الفيسلز فتعورت زي التي تي بي والاتش يو اس والدي اي سي اللي معروفين تحت اسم مها، خدناهم كاملين ان شاء الله في كتاب البلد. ممكن توكسيك انجري بواسطه ميركري وهيروين، سبحان الله العظيم. ممكن ديبوزيشن اوف ابنورمال بروتينز، وابنورمال بروتينز بتعور زي مثلا بروتينز بتاعت الدايبيتس اسمهم كيمشتيل ويلسون ديبوزيتس، قلناهم في كتابك الاندوكراين، زي الامايلويد بروتينز في الامايلويدوز ما خدناهوش، زي البنس جونز بروتينز في المالتيبل مايلوما خدناها في البلد، زي كرايوجلوبولينز في كتاب الروماتولوجي تايب 2 و3. طب دول بيعملوا ايه؟ دول بيبقوا ان ذيس ديزيز ذيس ابنورمال بروتينز ار ديبوزيتد ان دي جلوميرولاي، يعملوا انفلاماتوري رياكشن في جلوميرولاي، وممكن يعملوا جلوميرولوسكليروزس يعني يعوروا، وبعدين يعملوا فايبروزس في جلوميرولس which could be أو should be irreversible. تعال نشوف، ادي دول الاسود اللي جم، دول مين؟ دايابيتس يبقى كيمشتي ويلسون ديبوزيتس، امايلويد بروتينز يبقى الامايلويدوز يبقى امايلويد بروتينز، مالتيبل مايلوما يبقى بنس جونز بروتينز، والكرايوجلوبولينز اللي هي البروتينز بتاعت مرض اسمه كرايوجلوبولينيا. دول لما يخشوا جلوميرولس يعملوا ايه في الجلوميرولس في الحته دي؟ يعملوا انفلاماتوري رياكشن، وممكن يعملوا جلوميرولوسكليروز ليتر اون اندينج اب ان كوزنج جي ان ويتش كود ليد تو ذا ديفلوبمنت اوف رينال فيلير. سبحان الله العظيم. في سبب تاني انفكشن، كل الاسباب دي نون ايمونولوجيكال، وكلمنا على الهاي انترا جلوميرولار بريشر، وفي كلمنا على الجلطات، وكلمنا على توكسيك انجري، وكلمنا على ابنورمال ديبوزيتس، ودلوقتي الانفكشن. هنا بقى الانفكشن مالتي فاكتوريال، يسالك ازاي وليه الانفكشن ممكن تعور؟ قول له نمره واحد دايركت انفكشن اوف ذا رينال سيلز، يعني انفكشن مباشر للرينال سيلز راح معورها بواسطه الاورجانيزم، بواسطه الانفكتنج اورجانيزم. وممكن يكون واسطه توكسينز بيفرزها
الأورجانيزم زي الإيكولاي مثلا بتاع مرض الهيموليتيك يورينيك سيندروم بينتج توكسنز تعور الكيدني نيفروتوكسنز. وممكن يكون ان كرونيك انفكشن دي بتعور لان الكرونيك انفكشن بتستيميوليت اميلويد فورميشن. هل احنا مرة قبل كده في المنهج اللي احنا عمالين نتكلم ونرغي ونعيد ونزيد فيه ده قلنا قبل كده ان ممكن كرونيك انفكشن تتسبب في اميلويدوزس؟ ما هو مكتوب اهو stimulation of amyloid. لو طلع الاميلويد هنا هيعمل لك اللي قلناه من شوية يترسب ويعمل inflammation وglomerulosclerosis. بس هل السؤال هل السهم ده صح اللي هو chronic infection بتؤدي ل stimulation of amyloid formation؟ افكرك اهي الصورة دي من كتاب ايه ما بين توكسيميا اللي هي كرونيك انفكشن بتعمل اميلويدوز قلناها في درس اللونج ابسس ودرس البرونكياكتسس وكمان في التي بي في الكومبليكيشنز بتاعتهم في كتاب التشست راجعها لان كرونيك انفكشن لما ناخدها ان شاء الله كمان في كتاب الروماتولوجي هتعمل اميلويدوز والاميلويد هيعور الكيدني. لكن دول ثلاثه فاكتورز كلهم انفكشن بطرق مختلفه اللي منهم مباشر واللي منهم غير مباشر. يعني الاولانيه دي مباشره لكن التانية دي نص مباشرة بتنتج توكسنز. التالتة دي غير مباشرة لان بيعمل اميلويدوز. لكن في هل ينفع حاجة اولسو اميون؟ ايوة ممكن اميون زي مثلا اميون كومبلكس بوست ريبتوكوكال مرض بوست ريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ومرض سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس اللي هو الانفكتيف اندوكاردايتس. الاثنين دول بيعوروا الجلوميرولوس بواسطة عن طريق ان هم بيعملوا خلل في جهاز المناعة ينتج اميون كومبلكسس تعور الجلوميرولس. يبقى هنا الميكانيزم اميون كان الانفكشن دي فيها ثلاث سطور الاولانيين نون اميون والسطر الاخراني اميون يعني فيها اميون ونون اميون. ما احنا اتفقنا ان في ميكانيزمز تنفع الاثنين وقلت لك اشهر اكزامبل انفكشن قلت الكلام ده من شويه. طيب فكرني بالانفكتيف اندوكاردايتس ما خدناش لسه بوست ريبتوكوكال جي ان. فكرني بالسب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس اهي كان فيها اميون كومبلكسز في كتاب الكارديولوجي من ضمن الباثوجينيتك ميكانيزمز ازاي وليه انفكتيف اندوكاردايتس بتعمل تيشو باثولوجي. The language of GN ما تقدرش تفهم جلوميرولونيفرايتس من غير لغه الجلوميرولونيفرايتس. اللغه الكلام ده موجود في الكتاب كل اللي بقوله ده موجود بالتفصيل ان شاء الله. اللغه في حوار لغه للحوار يعني عشان نفهم ايه اللي بيجرى لازم نتكلم على terminology terms بعض الحاجات يعني. طيب the language of GN primary ولا secondary؟ اول حاجة الترم الاولين primary ولا secondary قلناها قبل كده. برايمري يعني سببه مش معروف والسكندري نتيجة مرض سيستميك. طيب اتنين اكيوت ولا كرونيك؟ الاكيوت بيبقى اكيوت اونست رابيد ديفلوبينج جرامولار انجري يعني من ساعة لما اتعرض للمرض الاونست اكيوت سريع جدا والبروجريشن سريع جدا في خلال ايام لاسابيع يكون عمل الديزيز. لكن الكرونيك لا جراديوال اونست بطيء سلولي ديفلوبينج جرامولار انجري يعني التعويرة بتتعمل على نار هادية هتاخد months to years. طب ده بيفرق في البروجنوزس؟ يفرق في الكلينيكال بريزنتيشن؟ يفرق في تريتمنت؟ يفرق. اجلها شويه ان شاء الله اكيوت وكرونيك. في فوكال وديفيوز ايه الفرق بينهم؟ فوكال وديفيوز الفوكال اهو والديفيوز اهو. طبعا ده مش في كيدني واحده ده اللي فوق نصك الفوقاني ده في عيان ونص التحتاني في عيان تاني خالص مش الاثنين مع بعض ما ينفعش الاثنين يجوا مع بعض دي الصوره بس توضيحيه. الفوكال اهو افكتنج سم جلوميرولاي اقل من 50% من عدد الجلوميرولاي لكن مش كل الجلوميرولاي. الديفيوز افكتنج موست جلوميرولاي اكتر من 50% اف نوت اول ممكن يبقى كله. طب ويفرق دول في انواع الجي ان ويفرق في كلينيكال بريزنتيشن والبروجنوزس والتريتمنت؟ يفرق فرق السماء من الارض. سيجمنتال ولا جلوبال؟ سيجمنتال ادي الجلوميرولوس اهو اللي متلون بالاحمر غامق ده السيجمنتال.
يعني affecting part of the involved glomerulus. يبقى اللي فاتت ده كان ايه؟ اللي فات كان بيقول لي التوزيع على مستوى الكيدني فوكال ولا ديفيوز، دي توزيع على مستوى الكيدني قد ايه من الجلوميرولاي، لكن اللي جايه دي توزيع على مستوى الجلوميرولاس نفسه. اللي بالاحمر ده affecting ايه؟ segmental، يعني ايه؟ يعني part of the involved glomerulus، حته من الجلوميرولاس بس اتضربت، لكن الجلوبال لا، كل جلوميرولاس. اللي بالاحمر ده الغامق، كل جلوميرولاس اتضرب، يبقى في سيجمنتال وجلوبال، واللي فاتت فوكال وديفيوز. وبعدين عندنا النكروزس ولا سكليروزس، اوزس اوزس اوزس، تيرمينولوجي ايه الفرق بينهم؟ نكروزس يعني فريش سيل ديث، لسه السيلز ميته حالا نتيجه اون جوينج ريسنت انجري، تعويره حديثه جدا سريعه جدا دلوقتي بتحصل حالا حاليا اكيوت جدا. اما السكليروزس ذا سكارد جلوميرولاس، long 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 standing injury قديمة جدا وبقالها فترة طويلة جدا، عملت تليف وفايبروزس وسكارينج فتسمت سكليروزس. المهم تفرق لي ما بين نكروزس وسكليروزس لما يبص تحت الميكروسكوب يقول لي هي ايه. طيب بروليفريتيف ولا نون بروليفريتيف؟ البروليفريتيف يعني زيادة في عدد، يعني يعني الباثولوجي اللي حصل في الجي ان كان مصاحب لي زيادة في عدد جلوميرولر سيلز، عدد جلوميرولر سيلز زاد فتسمى proliferating pathology، proliferative pathology، في proliferation لعدد جلوميرولر سيلز، سواء كان جلوميرولر سيلز اللي زاد عددهم دول من سكان جلوميرولس الأصليين اسمهم resident جلوميرولر سيلز، ولا ضيوف جايين من بره infiltrating glomerulus. الفرق بينهم resident glomerular cells يعني السكان الاصليين بتوع glomerulus حصل لهم proliferation، لكن الانفلتريتنج لا، ده ضيف غير مرغوب فيه جاي من بره اقتحم glomerulus، سواء ده او ده يبقى حصل عدد سيلز زياده اسمه proliferative. وممكن يبقى non proliferative يعني في inflammation في جلوميرولس جلوميرولونيفايتس بس من غير من غير زياده في عدد السيلز. طب هي تفرق بروليفريتيف من نون بروليفريتيف؟ فرق بين السماء والارض اكيد في كل حاجه، ده تعيش حياتك في ان انت تقول لي انواع البروليفريتيف جي ان ان شاء الله وانواع النون بروليفريتيف جي ان ان شاء الله، اجلها شويه. كريسنتك ولا نون كريسنتك؟ كريسنتك يعني شبه الهلال. ايه كريسنتك دي؟ proliferation of the بيبقى الباثولوجي فيه proliferation of the glomerular parietal epithelial cells اللي بيحوطوا بالباومانس كبسول. ايه الجلوميرولار parietal؟ كانت مهمه المقدمه بقى. البارايتال سيلز بتاعت الجلوميرولاس دي اللي هي كانت انهي واحده من الاربعه سيلز اللي بره خالص اللي بتبطن باومان سيلز باومان كاب سبيس من بره خالص. طيب اللي هي بره 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 اللي لونها احمر دي حصل لها بروليفريشن بره خالص. طب خلي بالك شبه الهلال فبتتسمى كريسنت، شايف اللي بره خالص فكرني كده، مش ده كان الكابيلاري اليومن اهو، مش ده ده الكابيلاري لوبس، طب والسبيس اللي حواليه ده الباومان سبيس، طب واللي بره بره السيلز اللي بره الكريسنت سيلز اللي بره دي اللي هم البارايتال دول حصل لهم بروليفريشن فبيتسمى كريسنتك. ليه تسمى كريسنتك؟ لان السيلز اللي حصل لها بروليفريشن شبه الكريسنت يعني شبه الهلال، ودي لما يحصل هتيجي تضغط على الكابيلاري، هتضغط كده على الكمبريشن اوف ذا كابيلاري تافت، لما دول السيلز دول يكتروا هيكتروا جدا هيدوسوا ويكمبريس الكابيلاري تافت دي، فممكن يعمل لي حاجه ما خدناهاش لسه اسمها رابيدلي بروجريسيف جي ان، اجلها شويه. امال ايه الخط الازرق اللي ظهر ده؟ في بقى نون كريسنتك يعني ما فيش بروليفريشن للإبيثيليال سيلز دول، يبقى في كريسنتك وفي نون كريسنتك. وبعدين عندنا ماتريكس وممبرين. ايه الفرق بين كلمه ماتريكس وممبرين لما تشوف الباثولوجي ان شاء الله؟ الماتريكس بيحصل اكسبانشن اوف ذا ماتريكس باي ميزانجيال سيلز، المرض اسمه ميزانجيو بروليفريتيف جي ان، ما خدناهوش نقوله ان شاء الله بعدين. ميزانجيو بروليفريتيف يعني ايه ميزانجيو بروليفريتيف؟ سهله تالفها، بروليفريشن الميزانجيوم اللي هو ايه الميزانجيوم اللي هو في ميزانجيال سيلز اللي هو مين؟ اللي هو الماتريكس، قلنا في اول مقدمه اهو ده كده الماتريكس اللي هو ايه؟ اللي هو اللون الكور السوداء اللي ظاهره دي بين الكابيلاري لوبس، ميزانجيال اكسبانشن انتو ذا كابيلاريز، فبيتمدد الاكسبانشن ميزانجيوم ده فممكن يكسباند
ويبقى جوه الكابيلاري لوبس جوه الميزانجال اكسبانشن اسمها بروليفيريتيف بروليفيريشن اوف ذا ميزانجم اللي هو الماتريكس. بس كمان عندي الممبرين ده ايه بقى تخانه في جلوميرولر بيزمنت من ممبرين يعني ممبرين يعني تقدر تالف برضو بيبقى فيه زياده في تخانه جلوميرولر بيزمنت ممبرين بيتخن وبالتالي الكابيلاري وول ثيكنس بتزيد نتيجه اميون ديبوزيتس اهي. بص اللون الاسود اللي ظهر هنا ده ايه اللون الاسود ده التخين قوي ده جلوميرولر بيزمنت ممبرين ماله تخن جدا ثيكن. طب ولما يتخن جدا هيتخن الكابيلاري وول ثيكنس لان هو محوط بالكابيلاري وول وسبب التخانه دي ايه ليه تخن كده اميون ديبوزيتس. ما احنا ما قلنا ان اشهر انواع الباثوجينيسيس هي اميون ميديتد فبيبقى في اميون ديبوزيتس والاميون ديبوزيتس دي لما بتترسب بتخن الجلوميرولر بيزمنت ممبرين الموجود ثيكنينج اوف ذا جلوميرولر بيزمنت ممبرين. ففي حاجه اسمها ماتريكس وفي حاجه اسمها ممبرين. طب وده يبريزنت لينا بايه؟ لا ما اتكلمناش على ده لسه. همبس وسبايكس ايه الفرق بينهم؟ الهامبس deposits of immunoglobulins antibodies يعني and complement في السب epithelium في السب epithelial site ده typical للacute post-streptococcal GN اللي هقوله ده وجود الهامبس دي لما تلاقيها دي تبقى classic typical للpost-streptococcal الباثولوجي بتاع post-streptococcal glomerulonephritis. فين يترسب immunoglobulins والcomplement؟ sub epithelium. احنا عرفنا يعني ايه sub epithelium ما هو ما هي اقرا كده همبس سب ابيثيليوم مش دي طيب مش ده سب ابيثيليوم يعني ناحيه ايه ناحيه البودوسايتس على ناحيه الباومان سبيس بيترسب الاميونوجلوبولينز والكومبلمنت فبيتسمى همبس نوتوات كده وده تيبيكال بوست ريبتوكوكال جي ان. عندي حاجه ثانيه اسمها سبايكس بروجكشنز اوف بيزمنت ميمبرين بتوين اميون ديبوزيتس ده تيبيكال للميمبرينز جي ان. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده بص ده ايه الازرق ده الازرق ده ده الممبرين ماله الممبرين هنا تخن اول حاجه تخن بس وهو تخين حصل ديبوزيشن اللون الاسود ده اميون ديبوزيتس اميون ديبوزيتس مترسبه في البيزمنت ممبرين. طب والاميون ديبوزيتس دي اللي هي لونها اسود في بين الاسود والاسود لون ازرق اللون الازرق ده بروز الثيكن بيزمنت ممبرين بين الاميون ديبوزيتس اللي ترسبت وده بيعمل باثولوجي هنقوله ان شاء الله اسمه ممبرينس جي ان بيعمل حاجه اسمها لما نروح لها ان شاء الله ديفيوز ليكي ثيكنينج اوف ذا بيزمنت ممبرين اجلها شويه ممبرينس جي ان يبقى دول اسمهم سبايكس اللي هي البروزات بتاعه البيزمنت ممبرين التخين الازرق بين الديبوزيتس وده اسمه سب ابيثيليال همبس ده بتاع البوست ريبتوكوكال جي ان. يبقى هي دي اللغه قبل كلاسيفيكيشن هنتكلم على كلاسيفيكيشن ان شاء الله بس قبل كلاسيفيكيشن يبقى هي دي اللغه بتاعه الجلوميرولونيفرايتس دي لانجويج او التيرمينولوجي او التيرمز بتوع الجي ان عمرك ما تفهم الباثولوجي والباثوجينيسيس والكلينيكال بريزنتيشن للجي ان كامله الا لما تفهم اللانجويج دي لانجويج لغه. في واحد مره كان ان لاف مع واحده بقصه حب وقال لها ساخترع لغه لك وحدك هيخترع لها لغه ليها ليهم هما الاثنين بس لوحدهم يتفاهموا فيها مع بعض ما اعرفش الالفابيتكس بتاعتها ايه بس هي إيه ممكن تبقى رومانسيه الجمله في حد ذاتها يعني. طيب كلاسيفيكيشن التقسيمه ايه التقسيمه بتاعه ال دي الجي ان هنتكلم على اربع حاجات ايتيولوجي كورس وديستريبيوشن زائد باثولوجي. طب تعال نشوف نمره واحد ايتيولوجي خلاص ايتيولوجي قلناه برايمري وسكندري اوريدي قلناه. اثنين كورس اكيوت هاو الكورس بقى بيوصف هاو اللي فات ده كان ايه اللي فات الايتيولوجي ده كان بيقول لي السبب وده خلاص قلناه برايمري وسكندري. طب والكورس الكورس يعني ايه هاو فاست جلوميرولر انجري اوكرز يعني سرعه تدهور وسرعه تدهور الجلوميرولس سرعه التعويره اللي بتحصل في جلوميرولس بالتعويره دي سرعتها قد ايه سريعه جدا ولا نص نص ولا بطيئه ولا ايه بالظبط. طب ما ده قلناه الزمان يعني التدهور الزمان الزمان وقلناه اكيوت وكرونيك والاكيوت قلنا سريع جدا على مدى من ساعه لما تعور من ساعه لما اتعرض للايتيولوجي حد لما دمر
ايام لاسابيع، الثاني الكرونيك شهور وسنين على نار هاديه، لكن الثاني مولع الاكيوت. طيب اوريدي منشن قلنا من شويه في التقسيمه في اللانجوج اللغه الخاصه جدا بس بتاعه الجي ان، نيجي للديستريبيوشن المكان، ديستريبيوشن اوف جلوميرولر انجري المكان، يبقى في تقسيمه كورس على حسب الزمان وديستريبيوشن على حسب المكان. طب المكان عندنا في الكيدني وعندنا في الجلوميرولس، قلناها من شويه برضو في اللانجوج اوف جي ان، على حسب في الكيدني في عندي ديفيوز فيرسس فوكال، وفي الجلوميرولس جلوبال فيرسس سيجمنتال، قلناهم برضو. افكرك الديفيوز فيرسس الفوكال في الكيدني، في الكيدني ده الديفيوز اهو يعني افكتنج اكتر من 50% من الجلوميرولاي، اما الفوكال افكتنج اقل من 50% من الجلوميرولاي. والصوره دي افكرك بيها ريممبر اللي هي دي اكتر واقل من 50% الفوكال اهو، ادي الفوكال اتفقنا عليه من شويه، وادي الديفيوز اهو. على فكره دي قلنا مش في نفس العيان طبعا، دي صوره توضيحيه فقط. اذا كان الكلام ده مظبوط امال في جلوميرولس بقى ايه جلوبال وسيجمنتال؟ عدى علينا في جلوميرولس جلوبال يعني افكتنج معظم او كل جلوميرولس، كل جلوميرولس يعني the entire glomerulus، لكن السيجمنتال part of the involved glomerulus بس حتة فقط مش كل glomerulus. وافتكر ادي السيجمنتال اهو حتة من glomerulus، لكن الجلوبال كل الجلوميرولس. يبقى احنا بنقسم التوزيعة الباثولوجي والانجري والانفلاميشن على توزيع على مستوى الكيدني الى فوكال وديفيوز، وتوزيع على مستوى glomerulus الى سيجمنتال وجلوبال. طب دي التقسيمة الرابعة، التالتة، التقسيمة الأخيرة اللي هو الباثولوجي بقى، and now the pathology. تعال بقى نتكلم على الباثولوجي بتاع الجي ان، بس دي نخليها محاضرة تانية إن شاء الله، كفاية.